هاشم طيب هذه النقطة، النقطة الثانية اللي هي في سؤال كان في الجمعية عن مشكلة في اسبانيا، قلنا بقيت 3 شهور تقريبا دخل الناس كلهم ما جاوبوا. طيب اللي انه في اسبانيا حلوا مشكلة عجز وجود عجز في عدد المتبرعين بالاعضاء، كل دول العالم في عجز عدد المتبرعين بالاعضاء، فحلوها بطريقة ابداعية. ايش قالوا؟ قالوا انه الاصل ايش؟ انه الشخص يتبرع بأعضاء الاصل، الا اذا قدم طلب انه ما تبرع بأعضاء. بعد طلب شو كيف؟ يستحق تحية. شوف كيف كان من خارج من دورة تنس، هم ما عندنا مثل دورة تنس، كلهم في الموقع. محمد بعد محاولات ما شاء الله عليه كذا جابها فعلا، جاب العكس والقلم. هذا السؤال كان لو ودي يكون دخل خلاص الالف اتمنى والله كان في السؤال لا هو نفس الكلام بس ما كان في جو الابداع المحبس زي كذا خلاص لان شفت سعد دحين يشوفنا في المنام وهو نايم شوف والله صار الحياة لا يجيب لي جيب الكاتب دحين انا بروح ممثل الكاتب ونتكتب وكل والله الدكتور كاتب كذا والعكس كذا والصين كذا لا كذا ما مشي تعشيش بس طيب فانا وعدت في الموقع ما انت محمد اني اعطيه هديه هذه هديه متواضعه لمحمد النقطه الثانيه اللي هي الحقيبه التدريبيه للاستاذ عيشه ودي تمر على الطاولات كذا تشوفونها تلقون نظرة عليها والله فكرت انا ما شاء الله عليها النقطة الثالثة اللي هي النتائج وما ذاك من النتائج نتائج الأعضاء يعني انا طبعا ما اكلف عليكم الى هذه الدرجه
لكن اللي يريد عنده روح التحدي وروح الإصرار والعزيمة ويبغى يحقق هدفين بإجراء واحد إنه يعتمد على الحقيقة التدريبية ويدرب عليها صلح زي كذا خلاص يدرب عليها لو في الصين حقيبة معتمدة وبعدين مرتبة مقسمة. طيب هذه نقطة اعتماد الحقيبة التدريبية. إصدار شهادات إذا أصبحت مدرب معتمد بالحقيبة التدريبية يمكن إصدار شهادات للمتدربين اللي عندك في دورة تدريس. طيب في رسوم رمزية طبعا رسوم إصدار يعني انك تقوم لاحقا مع بيت الفضه بشانها. يعني انت تدرب مثلا في تعطي دوره، اوكي؟ طبعا عشان تقدم دوره بالسعوديه هنا لازم تكون تشترك مع مركز تدريب معهد تدريب تحت المؤسسه العامه للتدريب المهني، ما تقدر وحدك تقدم دوره. لكن انت تضيفها كقيمه مضافه انه في شهادات برضه من بيت الخبره من جامعه تقدم للمدربين. بيت الخبره ما يستطيع تقدم دورات كمدربين؟ لا بيت الخبره من الجامعه في قيود على المدربين في قيود كبيره. لكن احنا نفتح لهم في شركات كثيره معاهد كثيره. طيب تتفق معاهم يعني توافق ما تاخذونه يعني شو؟ الانسان يوافق كذا ما تاخذونه الوضع ماشي ممتاز. لا ان شاء الله كلكم ان شاء الله كلكم مبدعين كلكم مبدعين بمجرد انك تحصل على مدرب معتمد تحصل على اعتماد الحقيبه وتحصل على شهادات فاضيه اللي تطبعها للمتدربين عندك وبالتالي هذا يعتبر الحمد لله يعني قيمه مضافه لا توجد في دوره ثانيه. طبعا اقول لك ما بيصرف ما في دوره ثانيه زي هذه الدوره، لذلك دورات الاعداد المدربين والاداره الاستراتيجيه والاشياء هذه كلها نثق بان نقول معنا فقط قيمه مضافه معنا فقط. انا ناوي اسوي واحده. طيب بارك الله فيك نتمنى ذلك ان شاء الله. شهادة معتمدة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هذه هي معتمدة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برفع الدورة برفع الشهادة برفع الدورة كل شيء بس هذا يحقق الشهادة. كل المؤسسة العامة تعرف ما في شيء اسمه اجتياز كلها حقوق ما في ولا مركز في السعودية يعطي شيء اسمه اجتياز كلها حقوق لكن هذه هي الاجتياز هذه القيمة المضافة هذه اجتياز انكم فعلا اخذتوا حمارات اخذتوا تقييم وهذا الاجتياز كممارس معتمد يعني هذا اجتياز برنامج اساسي والممارس المعتمد مدرب المعتمد بالتحكيم تحكيم الحقيبه ان شاء الله. طيب وبعد تحكيم الحقيبه تقدم عرض اما مصور بالفيديو او تقدمه لي او انه تحضر معنا دوره اعداد مدربين او تجيب دوره اعداد مدربين من اي مكان ثاني. يعني الحصول على مدرب معتمد الحقيبه التدريبيه زائد تقدم عرض امامنا لما في الحقيبه او تحضر معنا دوره اعداد مدربين او تحضر في اي مركز ثاني او معهد ثاني دوره اعداد مدربين وشهاده. فاهم قصدي؟ طيب امس كان حسين سليمان وانا عندي قال لك امس مع الاستاذ ابراهيم انه عنده شهادات من مراكز انه هو مدرب ممكن هو يتعامل عنده خلاص اذا عنده شهاده من مركز ابو ابراهيم ما تتكلم انت يعني تتكلم ابو ابراهيم عليك احنا نحمس الشغل انا عندي ثلاث دورات كثير من المدربين في اكثر من جهه يعني خلاص اذا عندك دوره تفضل عليك الحقيبه ثلاث دورات وانت عامل تقدم الشهاده نفسي تقدم الشهاده زمان مع الحقيبه التدريبيه وخلاص اذا ما في معناته يحتاج انه تقبل يا اما معنا او معناته دوره اعداد مدربين عشان نضمن ان هذا الشخص فعلا يستطيع يقدم الماده نفس الشيء بالنسبة لي أنا وسلطان يعني عندنا دورات خلاص بس كم عنده ثلاثة واحد ولا ثلاثة عقائد تمام ولا لا؟ وقدموا على السلطان إن شاء الله يوفقكم وقولوا لنا عشان نقدر الدورات احنا مبروك يعني على طول أجيكم بس دوروا عليكم يوم في دورة على طول النقطة الخامسة إن شاء الله بإذن الله عز وجل النقطة الخامسة سنقيم إن شاء الله إعداد المدربين اللي هو في نهاية الشهر هذا ب 27 طيب ولكم أنتم عرض خاص بنسبة 25% حلو على 30 30 30 30